مام سيتي، رجعت مجددا لمارسيال لبول بوجبا، كرة خطيرة، بوجبا 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 جول. الساحر بول بوجبا حطها في الجول في الدقيقة 14 من عمر المباراة. يا سلام عليك يا بول يا بوجبا، هدف 10 من زاوية مغلقة للحارس سيرجيو ريكو، حطها في الجول. رائعة التمريرة هنا لاسترجاع من هيريرا في اتجاه من هنالك أنطوني مارسيال. بوجبا لم يكن في وضع التسلل، حطها في الجول بيسرى. يا له من التوفيق لبول بوجبا. مارسيال 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 با 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 جول. مارسيال 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 جاء من باريس، عبر مانشستر، وصل لندن وسجل جول، والهدف التاسع لمانشستر يونايتد. أنطوني مارسيال يفعلها من لعبة واحدة، يفعلها من هربة واحدة، يفعلها من مراوغتين، ويفعلها من تسديدة واحدة، حطها في الجول. هجمة لوكاكو 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 مطى لوكاكو، ضربة جزاء لوكاكو وباطا، وضرب الجزاء يكون حكم المباراة. ضربة الكاو الآن لو يسجلها مانشستر يونايتد في هذه اللعبة. راح البلدوزر لوكاكو من هنالك، انطلق بعدما اصطدم به لاعب استربت فول با بوغبا 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 وغول. ثنائية لبول بوجبا وثلاثية لمانشستر يونايتد، ثلاثة على سيرخيو ريكو بعد الدقيقة 20 من عمر الشوط الثاني. بالطول والعرض وفي السماء وفي الأرض متفوق فريق مانشستر يونايتد على فولام في لندن بالثلاثة. سلام، ثنائية من بول بوجبا من بينها ضرب الجزاء، واحد من الأهداف سجله المتألق مارسيال، رغم أن الحارس سيرخيو ريكو توجه في الزاوية اللائقة، ولكن كأس آسيا 2019 كرة أرضية أمامنا. أيوب الناجيري على الطاير، يا ولد يا ولد يا ولد، تلمس الكرة في تيرنس كونغولو ويسجل هنا المدفعجية. أدي أمامنا المدفعجي أليكس أيوبي أمامنا هنا يتقدم، وتقدم متوقع بعد ربع ساعة شهد التفوق من جانب فريق نادي الأرسنال. كرة قد تكون هدف يعني بنيران صديقة من قبل أكل خاطئ، ترجع مرة تانية وتحرك له حلو قوي مثل نيلس، يعمل عرضية مثالية. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد على الهدف، ألكسندر لاكازيت هدفه العاشر، وعشرة على عشرة عشرة على عشرة في اللقطة الماضية. الهدف اللي بيسجل في الدقيقة 44، هجمة قادها مختريان، مرر إلى ميتلان نيلس اللي بيصنع هدف جميل قوي، إلى ألكسندر لاكازيت اللي بيترجم الكرة الحقيقة باقتدار. بص أمامنا، هي من أولها هدف، وإبعاد هنا من شندلر، وكرة تعود إلى مختريان، ميتلان نيلس عملها المثالية. 60 نقطة، أدي أمامنا كرة ملعوبة، ممكن هدف الشرفي، ولكن ناتشو مونريال، وهذه المرة هذه المرة أخيرا أداما دياخابي أداما دياخابي أمامنا هنا نادي الأرسنال، اللي بقول لحضراتكم في 20 مباراة الأخيرة اللي خارج ملعبه دايما تهتز شباك الأرسنال، دايما تهتز شباك الأرسنال. مشكلة الأرسنال الحقيقة في اللقاءات الأخيرة اللي خارج ملعبه، واللي بيحاول طبعا هو سجل. جيمس ميلنر يعاود العرضيه والراسيه وفي الجول، الراسيه السمرانيه عن طريق ساديو ماني. قل له وينك يا فان ديخ، قاني قال معلش، ماني قال معلش، انا هنا انا لها. ياتي بابتسامه الفرح وشكرا وسجده تطرق السماء حمدا على هذا الملعوب من جانب روبرتسون. فيلاندو داخل منطقه الجزاء، الله التوهج، هدف من أجمل ما يكون، فيه الجمال وفيه السحر وفيه فتنة الضرب الكروي. يا فاينالدوم استلام، ويا جمالك يا جمالك يا فاينالدوم، يا جمالك يا إنالدوم. إذا أردت الحسن في كرة القدم، هذا هو الحسن في كرة القدم، هذه هي في كرة القدم، هدف من أجمل ما يكون. يا هذا العام كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، يا سلام.
والله على التمريرة يا فيرمينيو، والله على عزف جماعي وضرب كروي، بل هو فطنة الطرب الكروية، فطنة الطرب الكروية بهدف جميل، هدف رائع رائع رائع. سأل الشوط الأول وقل لي وينك يا أبو مكة، قال انتظر الشوط الثاني. سلام على التمريرة، كيف كانت النظرة؟ هذه علمها فيرمينيو. من توني كروس، أين أنت راموس؟ يضرب راموس، كرة خطيرة على الهدف الأول، أين أنت راموس؟ أنا يا شوالي، 1-0 المرنجي لا يبالي، هذا هو حالي، هذا هو دوري يا جاري، الريال يضرب ويسجل الأولاني، 1-0 من صناعة راموس ومن تسجيل كازيميرو، 1-0 للريال مدريد، ربع ساعة في الشوط الأول، اتحلت الشبكة وكازيميرو ويدخل لائحة الهدافين ويدخل لائحة استاد الواندا كهداف تاريخي، أول هدف في الواندا متروبوليتانو في ديربي الكابيتال. الريال يسيطر بطول العرض، ولكن كرة خطيرة فماش تسلل، يمشي القناص غريزمان، غريزمان جول، غريزمان جول 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 في وقت اكتساح الريال وفي وقت سيطرة الريال، لكن يقول أوفسايد ونرجع للفار، نرجع للفار، نرجع للفار، نرجع للفار. غريزمان هدف، ولكن سينتظر الكوماندانتي قليلا، حكم الفيديو وحكم القانون وحكم الصورة وحكم الفيديو وحكم حكم الفيديو باش يقول الأوفسايد أم الخطأ. لماذا عاد الحكم الأساسي خافيير استرادا وكلموه جماعة الفار؟ فما خطأ لفينيسيوس، الشك ليس في التسلل، الشك في الخطأ من الأول. أنت شفتها شريف جمال الكابتن على يابنات يمناه، في الأخير يمشي راموس، يتقدم راموس يحطها، أهم شيء في دقيقة 42 راموس يرقص رقصة مدريدية عاصمة للريال هنا في استاد الواندا، 2 ريال مدريد 1 أتلتيكو مدريد في شوط الفار، في شوط الفار هدف لغريزمان، رجعنا فيه للفار لحقية هدف من تسلل، والآن في تأكيد ضربة جزاء مش يخلص، مش يخلص بكرة، يمشي جارث بيل، جارث بيل، جارث بيل، جول 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 جول، من أول كرة جول، من أول لمسة جول، من أول فرصة جول، وقت اللي ماركي جول يولي سولاري عنده الحق وأنا ما عنديش. 3-1 ريال مدريد ينتصر في الديربي، برشا واقعية في كرة استناوها المخرج مثلي مثله. عودة ويتمنى بأن يعود وفريق منافس يسجل، يتقدم باريس، يلتقي فوق حاجز بوردو ويكسر تألق حارس المرمى كوستيل ليتقدم بنتيجة المباراة من علامة الجزاء وبأقدام إيدينسون كافاني. كافاني ودي مرة تانية اندفاع اوباما هيعمل ايه؟ كان يقدر يسدد، ودي جول 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 جول. هو اول لعيب، اللعيب في اول لقطة واول ظهور ايمن حفني يضرب موعد مع الاهداف ومع التألق ويقول انا موجود، انا ايمن حفني، انا نجم النجوم. بعد دقيقة واحدة من مقاعد البدلاء الى قمة المجد والاضاءة، ايمن حفني اللعيب الكبير في اول لقطة واول ظهور له فيها.